يعني في الحقيقة مصر بتتميز بالكثير من المقاصد والأماكن السياحية اللي بتجعل ليها مكانة خاصة في قلوب كل محبيها. لو هنتكلم على الأماكن دي، من بينها بالتحديد شرم الشيخ، المدينة العالمية اللي ليها سمعتها وشهرتها، وأصبحت أعتقد في الأيام دي تحديدا مع بداية العد التنازلي لكوب 27 أصبحت محط أنظار العالم كله، مش بس بسبب كمان انعقاد قمة المناخ، لكن لتحول المدينة بشكل عام لمدينة خضراء، مدينة فيها كل يعني ما هو قائم على الوسائل الحديثة، الوسائل التي تقلل الانبعاثات، مش بس اللوجستية ولا يعني كمان إنها تكون مدينة خضراء بالكامل، لا كمان متابعة كل الأنشطة السياحية فيها، لأن أصبح كمان في اهتمام بتطوير هذه الأنشطة، لأن شرم الشيخ تشتهر تحديدا برحلات السفاري. إيه اللي بيحصل في رحلة السفاري؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال هذا التقرير. جولة السفاري الليلية في مدينة شرم الشيخ من أجمل وأمتع الرحلات الليلية اللي ممكن السياح يمارسوها. النهاردة هنخدكم في جولة في السفاري الليلية في شرم الشيخ. السفاري دلوقتي من دي أساسية في رحلة السياح في شرم الشيخ. هم بيبقوا جايين عاوزين يشوفوا حياة البدو والحياة الطبيعية والمحميات والحاجات دي، فهم بيبقى أحسن حاجة إن هم بيخشوا بيها، بيبقوا أكتر يعني طلاقة بالموتوسيكلات الدفع الرباعي والعربيات السفاري. كمان هم بيحبوا يجوا بالعائلات بتاعتهم، احنا وفرنا لهم برضو اللي هي العربيات السفاري اللي هي فور سيت اربع كراسي وهي دفع رباعي، تقدر تخش في اماكن كتير جدا في الجبل، والمكان كويس جدا وامين وفي درجه امان كبيره جدا، وفي تطور كبير جدا يعني حصل الفتره اللي فاتت ديت من نوعيه الزبائن اللي بتجيلنا شرم الشيخ الحمد لله، واحنا برضو معاهم ان شاء الله على طول في التطور دوت في المعدات بتاعتنا، وبنجيب لهم اعلى حاجه عشان احنا نبان بشكل كويس جدا قدام الناس. برضو احنا عندنا رحله سفاري بتبدا من الفجر ديك، بتشوف شروق الشمس وبتخش في قلب الوديان بتاعت البدو، وبيطلعوا الساعه 4 ونص صباحا وبيرجعوا حوالي الساعه 7 صباحا. في اقبال علينا في شرم الشيخ غير الاول خالص، يعني احنا مبسوطين جدا باللي احنا بنشوفه، وده يعاد علينا كمان في شغلنا، احنا طورنا من شغلنا وعملنا حاجات افضل للناس اللي موجوده. هنا بنستقبل الناس وبنديهم الضيافة بتاعتهم، الشاي البدوي والقهوة العربي، وبنعمل لهم برضو حاجة مختلفة اللي هو العيش البدوي بالأكل البدو اللي هو الجبنة والعسل والحاجات دي. وبرضو ناس هنا بتيجي الحاجة للمحمية الطبيعية اللي هو الجبال، وبنعمل لهم برضو رحلات جمال في الجبل هنا في الصحراء، لما في ناس بتحجز ساعة وناس ساعتين زي ما هم عايزين، بياخدوا في الجبل المنظر الطبيعي اللي هو الجمال زي كده يعني.